احنا معانا على التليفون سيادة اللواء ابراهيم عوض المتحدث باسم محافظ القاهرة. برحب بحضرتك معانا يا سيادة اللواء. اهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين يا فندم. يا اهلا وسهلا. خليني ابتدي باللقطة الجديدة النهاردة، يعني عرض الازالات صوت وصورة يعني في الشارع على الناس. خليني اتكلم عن ده وتشرح برضو حضرتك من وراء الفكرة ورد فعل المواطنين كان عامل ازاي. هو حضرتك احنا النهاردة كان جولة للسيد المحافظ على بعض الاحياء لتفقد اعمال الازاله، اللي هو تصريح سيادته النهارده لا تهاون في انفاذ القانون خاصه بالنسبه لمخالفات البناء. فاحنا كنا في الشرابيه، الحفار مش باين لان مساحه البيت كانت كبيره جدا، حوالي 1250 المستطيله كده، فكانش باين الحفار قوي، الاثنين حفار من فوق. فكان النائب المنطقه الشماليه عمل اقترح فكره على سيادته وقال له خلاص نفذها، ونفذناها ان هو نقل الشغل اللي فوق كله على شاشه تحت في الدور الارضي تحت من العقار. فكره كويسه نالت استحسان الناس، وكان بعض المواطنين متواجدين ومارين بالصدفه وقفوا يتفرجوا على الحفارات وهي شغاله على اسطح المبنى من فوق. يعني رسالة بتعكس انه لا تهاون وتنفيذ القانون هيتم على المخالف. قولي برضو قصة المخالفة انها تمت في وقت الحظر، يعني طبيعة المخالفات اللي تمت في الفترة الاخيرة على الرغم من اقرار قانون التصالح. هو حضرتك احنا في اللي السيادة الرئيس اعلن عنه اللي هو قانون او المتغيرات المكانية، في رصد لأي متغير دلوقتي، الدولة عاملة رصد لأي مخالفات، رصد جوي بحيث ان المنطقه دي في حصل تغير فيها. كانت 7 ادوار بس بقت 9 ادوار. المنطقه دي في زياده في المباني فيها، المنطقه دي في زياده في المباني فيها، فحصل من التغيرات المكانيه دي ان المكان ده اتغير من 7 ادوار بقى 10 ادوار. فهو ده اللي اترصدت من خلال المتغيرات المكانيه، ونزلنا عليها وبدانا من 3 ادوار. لا يتعمم على مستوى القاهرة. انا بقى اتكلم على الآلية الجديدة ودي واهميتها، انها تكون بديل بقى عن لجان وموظفين وينزلوا او ما ينزلوش، يعملوا اجراء او لا، ان الكلام ده كله يكون متصور، وطبعا مع استخدام التكنولوجيا الحديثة ساعة بساعة. ده يعني ازاي سهل لحضراتكم ان يبقى عندنا قاعدة بيانات عارفين فين المخالفة ويتم اتخاذ اجراء ضدها على طول؟ دي هتسهل لنا فعلا الموضوع ده. أستاذ رئيس الوزراء امبارح في اجتماع مجلس المحافظين، هنعمل في كل حي وحده متخصصه من مهندسين، وهيبقى معاهم فريق عمل هيعتمدوا على التكنولوجيا في النقطه دي، بحيث ان هم هيرصدوا جميع المتغيرات المكانيه اللي انت ممكن احنا ما نعرفش يمر مهندس المنطقه وهو بيمر ما يعرفش يلاحظها، الناس المسؤوله ما تعرفش تلاحظها. فاحنا هنبقى ال 38 حي في 38 وحده هتنشا، ودي توجيهات السيد رئيس الوزراء في اجتماعه مع مجلس المحافظين، بحيث ان احنا نتابع من خلال التكنولوجيا. ودي الرؤية المستقبلية لمصر 2030، ان احنا نعتمد على التكنولوجيا مش على المرور الدوري واللجان والكلام ده كله. شكرا جزيلا، بشكرك سيادة اللواء ابراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، شكرا جزيلا.